نيجي بقى للحل. انا عايزه عندنا الزيت. ايوه انت اتعلمتي. انا بظبط الاكله دي. ايوه ووطي عليها بعدين. حاضر. جبت طحينه. انا بلعب مع الزيت. ايه ولا طحينه العاديه اللي عندنا؟ انا كده كفايه زي ما انا قلت لك، لو عندك شويه سحلب اللي هو جميله كده كفايه زيت ولا احط؟ كفايه خلاص، وطي عليها بقى وسيبيها. حاضر. الكفته نشيلها. لو سحلب وارد ليبيا او وارد تركيا غير السحلب المصري؟ لا مش يعني هو هيزود سعرات بس زياده. ايه ايه قولي لي بتعملي ايه دي عشان طعمها حلو برضه. في ليبيا عندنا سحلب بنقولوا لك صب. موجود في تركيا وموجود في السعوديه حتى. ده نوع معين الصب ده؟ شجره معينه بيطلعوا منها الصب. اللي هو ايه بالمصري يعني؟ سحلب. بس السحلب طعمه مختلف. مختلف شويه. طب فين ده هو؟ لا مش موجود. هي حطت مكانه بيحط. اوكي الحمد لله. ماشي. انا حطيت الزيت والطحينه والسكر. هنقلبهم كويس وبعدين حطيت مكسرات. شوفوا اجيب لك شويه ملح عشان الناس تشوف. لا بالهنا والشفا. هاتيه علشان لا خلاص افتكرت ان الكاميرا هنا. هنحط بقى خلاص كده قلبنا. انا البصل كده انا ما احطش الزيت تاني متقلبه؟ لا وطي بقى خالص. وطيته خالص. هنحط بقى الدقيق اهو. ما زودتش تاني؟ ها لا. هنحط خل بعد ما تدبل البتاع دي؟ ايه هي البصل الصلصه يعني؟ انا احط خل دلوقتي؟ خل لما تستوي. طيب ماشي اعتبر ماشي، لسه عندنا وقت. انت بتعملي ايه بقى عندك؟ ايه انا بعمل بقى الغريبه. ايوه احنا بقى بنخليها ناشفه شويه عشان نعملها زي الصخره. فاهمه ازاي؟ فهمتك. اجيب لك بقى الطبق بتاعك ده. الغريبه بتبقى ناعمه قوي وبتبقى دافئه. دي كويس انت حتى مش حاطه سكر كتير. لا ما فيهاش سكر كتير يعني. احنا ممكن نحط شويه زيت. حاسبي بقى عشان هنقل الزيت ده اهو كده. مش عايزه توم، مش عايزه حاجه هنا. لا خلاص حطينا خلاص. وانا كده ظبطت. انا دقت بس انا اول مره اعرف انها بتتعمل بالطعم الطحينه فيها. بس تحفه طبعا. والاكثر تحفه هو الكفته. سهير انت مالكيش طبعا يا حبيبتي. انا عارفه. لا بالهنا والشفا. عندك مشكله مع الغريبه؟ هبقى ادوق واحده. تحفه. نعملها كور كده ومش ماليهاش شكل محدد. انت عارفه الصلصه اللي حته البصله دي والبتاع؟ عارفه لما يبقى بتاكلي كشري والصلصه بتاعتها؟ على فكره الكشري فيه على فكره ممكن نعمل البصل اللي بنحطه على الكشري بالطريقه دي. يعني بنحط فيه شويه خل في الاخر يعني نحمصه كده. احنا بنحط في الصلصه بتاعت الكشري خل في الصلصه في الدق الدقه. لا ايوه الدقه، لكن انا بتكلم الناس بتاكل كشري برضو بالبصل. البصل بيبقى متحمص. طبعا اللي هم عايزين ما يبقاش فيه سعرات حراريه بيعملوها بدي كده في الفرن من غير زيت. لكن لو حد عايز يعمل لها كده ويحط عليها الغريبه دي تقعد قد ايه في الفرن بقى؟ على 160 مده نص ساعه. وبعدين تطلع وبعدين ترشها سكر؟ بخليها تبرد خالص، ما نجيش بحداها لانها بتبقى طريه ما تقدريش تشيليها. لازم تبرد نهائي لان الطحينه ناعمه فبتخلي الغريبه ناعمه وهي طالعه من النار. يعني هنا السر في الاكله دي الطحينه، والسر في البصل ده الخل. الخل. عشان كده ممكن نحط الخل ده على الخل. طريقه البصل على الجميلة. ممكن بقى في الغريبه دي وانا جايه فكرت فيها، ممكن نحط قطعه حلاوه طحينيه كمان يعني اصل هي طعمها لو دوقتيها. ممكن تدوقي؟ هدوق والله. واحده هدوق. هي شويه طعمها لما بتاكليها تحس ان فيها حلاوه طحينيه. بس هي عشان الحلاوه من السمسم من الطحينه. فهي نفسها بتدوق من كل حاجه. استني، كان في كفته انت بتعمليها لنا بعين الجمل. كفته لحمه بس بنزوقها بعين الجمل. لا كان بتبقى جواها عين الجمل. ممكن الحشوه. جميله. بص هو طعمه كله طحينه. تحفه. ومش وانشف شويه من الغريبه اللي عندنا. انشف لا انشف كتير. بس انت ايه رايك؟ كتير. لا الغريبه نعمه جدا. طعم مختلف.
لا طعم حاجه تانية يعني. احنا ممكن في العيد ان شاء الله نحط شويه مع الغريبه شويه طحينه نشوف. لا ممكن نعمل شكل وشكل. لا دي تركيبه تانية، دي غريبه ودي غريبه. هو فرمله دي قانون الاكل. احنا ممكن في غريبه تانية بالشوكولاته. لسه الاستاذ هاني كان شنوده كان قاعد يشرح لك، بتغيري كده العناصر بتاعه الحاجه تديكي النتيجه حاجه تانية. لا ثانيه، ايوه دي لو بعمل غريبه المصري هي عباره عن زبده وشويه دقيق صح كده، بس سمنه برضو. لا السمنه مهمه، سمنه كتير. واحط معلقه من الطحينه. لا طب ما نعمل مصري، نعمل غريبه مصري وليبي. ونعمل غريبه بالدي وفي غريبه بالشوكولاته وفي غريبه بالفستق يعني وكري. يعني ان شاء الله كده الغريبه اللي بالفستق دي عظيمه. يعني احنا ممكن بقى الطبق بتاع رمضان العيد يعني نخليه مثلا طبق كله غريبه وانواع الغريبه، بس يعني حلوة. ما نبقاش هي الغريبه المصريه اللي هي بتاعتنا، النوع واحد او نوع واحد نغير بقى. واللي يدوق نقول له دي غريبه تركي ودي غريبه ليبي.